ان في مصر مفيش اهتمام خالص دلوقتي. احنا عايزين، انا عارف ان معظمكم حابين الالعاب دي قوي، الباركور والكونغ بريك دانس، كل واحد فيكم نفسه يبقى شاكيشان، كل واحد نفسه يبقى بروسلي، كل واحد نفسه يبقى توني جا، كل واحد نفسه ده. انا هقول لكم حاجه، نفسي ان كل واحد فيكم يبقى هو. يعني جاكي شان ده مش احسن منك في حاجه، بروسلي ده مش احسن منك في حاجه، مفيش حد. يعني انت بايدك وامكانك، الاصرار، الاراده، العزيمه طبعا اول حاجة.